بسم الله الرحمن الرحيم ومرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من تعالوا نتكلم فعلا عن سؤال ومعنى آية سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ده موضوع حلقتنا النهاردة من تعالوا نتكلم فعلا. قصة أصحاب الكهف أو أهل الكهف معروفة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، مجموعة من الشباب أو من الرجال فروا بالدين بتاعهم وبالعقيدة بتاعتهم من القوم أو من القرية اللي مش عارفين يعبدوا الله فيها، وهم ماشيين لقوا كهف، دخلوا في هذا الكهف فلا يعلم عددهم أو فترة بقائهم ولبثهم في الكهف إلا الله سبحانه وتعالى. وأكيد حد هيسأل إيه علاقة سورة أهل الكهف بالفلك؟ إيه اللي جاب أهل الكهف في الكلام في الفلك؟ في تعاون الكلام فلك؟ حالا هقول لك السبب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فحلقة النهاردة هتكون عن 300 سنين وازدادوا 9 سنين فلكية، وهي حلقة ممكن تندرج تحت عنوان الإعجاز العلمي والرقمي واللفظي والحرفي للقرآن الكريم. سنين 300 سنين وازدادوا 9، أي نوع من أنواع السنين؟ يا ترى إيه المقصود بمعنى كلمة سنين في الآية الكريمة؟ هل هي سنين ميلادية ولا هل هي سنين هلالية أو قمرية؟ في الإسلام والدين الإسلامي المعمول به في كل العبادات هو التقويم القمري، أو ساعات بيسموه التقويم الهلالي. هنشرح مع بعض دلوقتي الإعجاز العلمي في 300 سنين وازدادوا 9 بالورقة والقلم والآلة الحاسبة. اللي بيحبوا الأرقام يجهزوا آلة حاسبة وورقة وقلم وتابعوه. معروف أن السنة الميلادية أو السنة الشمسية هي فترة دوران الأرض حوالين الشمس مرة واحدة. لو أن دي الشمس وده المدار مثلا بتاع كوكب الأرض، معروف طبعا أنه مدار بيضاوي، وده كوكب الأرض، اللفة الكاملة اللي هياخدها كوكب الأرض حوالين الشمس اللي هي دي بتساوي 365 يوم وربع. طبعا السنة اللي بعدها بيبقى طول السنة 365 يوم ونص، واللي بعدها بتبقى 365 يوم وثلاث ارباع، والسنة الرابعة بتبقى 366. فكل سنة بنضيف الربع يوم ده، بحيث ان السنة كل اربع سنين بتيجي السنة 366 يوم اللي هما بيسموها سنة كبيسة. واحد يقول لي طب انتوا عرفتوها ازاي انها وربع؟ ازاي الفلكيين عرفوا طول السنة انها 365 يوم ارضي وربع؟ اقول لهم ان في مرصد اسمه الزونال اوبزرفاتوري او المرصد النطاقي، ده مرصد موجود في جرينتش، بيبقى عبارة عن تلسكوب بيتحرك في اتجاه واحد، يعني باتجاه فقط من الشمال الى الجنوب. التلسكوب ده طبعا بنبص عليه على نجمة معينة في السماء، وبنستنى عبور النجمة دي في نفس المكان للسنة اللي بعدها، وبنبدأ نحسب الأيام اللي هي النجمة تحرك فيها من جهة الشرق إلى جهة الغرب لغاية ما يرجع تاني إلى نفس المكان، وبنحسب عدد الأيام اللي مرت. فبيطلع فعلا أن طول السنة أو فترة دوران الأرض حوالين الشمس بتاخد الفترة دي 365 يوم وربع. أما السنة الهجرية فهي فترة دوران القمر حوالين الأرض 12 مرة في خلال سنة، يعني عدد الأيام اللي مرت لما القمر يعمل لفة حوالين كوكب الأرض 12 مرة. لو إن هو ده المدار مثلا بتاع الأرض والشمس زي ما اتفقنا، دي الشمس بتاعتنا ودي الأرض، وطبعا القمر بيدور حواليها في اتجاه ده 12 لفة. طبعا كل ما يعدي شهر قمري الأرض بتتحرك في مكان معين، فيعمل 12 لفة قمرية. هذه ال 12 لفة القمرية الأرض بتوصل للمكان ده تقريبا ما بتبقاش كمل سنة شمسية، ففي فرق بيحصل حوالي 11 يوم عشان الأرض تكمل لفتها الشمسية اللي قلنا عليها من شوية. فطلع إن عدد أيام السنة القمرية أو السنة الهلالية بيبقى 354 يوم و37 من 100، 37 من 100 من اليوم الأرضي. هو ده طول السنة القمرية أو طول السنة الهلالية. طبعا لما بيتراكم العدد ده بنبص نلاقي فيه سنين بتيجي فيها طول السنة القمرية بيبقى 355 يوم أرضي. فالسنة القمرية إما 354 أو 355. دلوقتي بالورقة والقلم والآلة الحاسبة هنحسب حسبة بسيطة جدا، عدد الأيام اللي في السنة الميلادية كام؟ طبعا هم أنا عندي 300 سنة، في عدد أيام السنة الميلادية قلنا كام من شوية؟ قلنا 365 يوم وربع. هيطلع بالآلة الحاسبة الرقم ده 109,575 يوم أرض. طيب عدد الأيام في السنة القمرية قلنا كام؟ 354 يوم و37 من 100. هيطلع بالآلة الحاسبة الرقم ده 106,311 يوم. ممكن تحسب ورايا،
إذا عدد الأيام في السنة الميلادية 300 في 365 يوم وربع بيساوي الرقم ده، وعدد الأيام في السنة الهجرية 300 في 354 يوم فاصلة 37 بيساوي الرقم ده. هنطرح الرقمين دول من بعض، اللي هو فرق عدد الأيام في السنة الهجرية من عدد الأيام السنة الميلادية، هيطلع الفرق بين الرقمين 3264 يوم أرض. هو إذن هو ده الفرق ما بين السنة الميلادية والسنة الهجرية في 300 سنة. طيب الرقم ده لو هتقسمه على طول السنة الهجرية اللي هي كام؟ 354 يوم و37، ناتج القسمة هيطلع بمنتهى البساطة جدا 9 سنين. هي 300 سنة وازدادوا 9، إذا 300 سنة قمرية وازدادوا 9 بالورقة والقلم وبالحساب. لو حضرتك عاوز تحسب بنفسك ادي المعادله هسيبها لك، وثبت الصوره واحسبها بآلة حاسبه بنفسك. 300 سنه في عدد الايام للسنه الميلاديه 365 يوم وربع، اكتب الرقم هنا. طيب 300 في عدد ايام السنه القمريه 354 يوم و37، واكتب الرقم هنا. اطرح الفرق بين الرقمين، الفرق اللي هيجي لك هنا ده اقسمه على عدد أيام السنة القمرية مرة تانية، هيطلع في الآخر 9 سنوات. مش صدفة ولا فبركة، احسب بنفسك. ال 300 في 365 يوم وربع، وال 300 في 354 يوم و37 من 100، واللي هيطلع الفرق بين الرقمين اتنين اقسمه على طول السنة القمرية يديك 9 سنوات. وزي ما شفنا بالورقة والقلم والحساب طلع الفرق ما بين التقويم الميلادي والتقويم الهجري هما 9 سنين هجرية اللي بيزيدوا في عدد أيامهم عن السنين الميلادية. لكن في صورة أخرى من صور تفسير الإعجاز العلمي، وهي الإعجاز العددي للأرقام والحروف والكلمات في سورة الكهف. في موقع أستاذنا عبد الدائم الكحيل هسيب الرابط بتاعه أسفل الفيديو، فسر بخمس طرق مختلفة الثلاثمائة سنين وزادوا 9. عد الكلمات بتاعة الآية اللي تتكلم عن أصحاب الكهف لقاها 309 كلمة في خمس طرق لعد الكلمات والحروف في هذه الآية الكريمة، وكل مرة بيعدها تطلع فعلا 309. طبعا بالصدفة، لا الحساب الفلكي اللي حسبناه مع بعض طلع صدفة، ولا الحساب اللفظي والعددي للكلمات والحروف في سورة الكهف طلع صدفة. فده نوع من أنواع الإعجاز العلمي والرقمي. وكنا اتكلمنا في حلقة انشقاق القمر إن في بعض الآيات القرآنية التي لا تحتاج إلى تأويل أو إلى لوي ذراع معنى الآية. وفي الختام أتمنى يكون موضوع الحلقة عجب حضراتكم وكان واضح، وما تنسوش تعملوا تسجيل في القناة للي ما سجلش، واعملوا لايك وشير عشان نقدر نكمل في تعاون نتكلم فلك. أشكركم وإلى اللقاء.